هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط والخاص بأشواط الإنتاج. ثاني أشواط الإنتاج خصص للأفكار المهجنات الأصائل الثنايا شعارات أبناء القبائل وأجنى أبناء القبائل الحاضرة على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. مباشرة ننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات. أتقدم مباشرة مع رواية على المركز الأول محمد بن علي بن علوان لكتبي من يتقدم ويقدم رواية في أول انطلاقات المهجنات الأصايل ضمن انطلاقات الإنتاج في هذا الموسم وفي هذا العام عام 2022. المركز الثاني أتابع القادم عوايد محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي القادم مقدما عوايد على المركز الثاني. المركز الثالث ذات الضبية لخليل بن راشد بن علي الشامسي القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع ذوق القادم ذوق حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة الكتبي يأتي ويقدم ذوق على المركز الرابع يقدم انتاجه الفاخر. ناخذ المركز الخامس تأتي مهمة حمد بن سالم بن سليم الكتبي يقدم مهمة على خامس المراكز. سادس الأسماء تتقدم في هذه اللحظات مغامرة القادمة معضد بن محمد بن هلال المزروعي يقدم مغامرة. ناخذ المركز السابع من الجانب الآخر تأتي غيارة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم غيارة. ناخذ المركز الثامن تتقدم في هذه اللحظات بروق لراشد بن سرداح الكتبي يتقدم في هذه اللحظة شعار بن سرداح ويقدم بروق على المركز الثامن. تاسع المراكز كحال لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاح. ناخذ المركز العاشر ممدوح القادمة على المركز العاشر لخليفة بن ضبيع القادم في هذه اللحظات. خليفة بن سالم بن ضبيع الكتبي يقدم ممدوحة على عاشر المراكز. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة مع ندانا الأول مع انطلاقاتنا ما شاء الله وتحديات هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان. أتابع الشعارات القادمة أتابع الأسماء القادمة والزاحفة في ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. عودة عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة عودة إلى ذوق. وين شعار بن علوان روية روية هذه رواية 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 رواية. محمد بن علي بن علوان لكتبي يتقدم مع رواية بحثت عن الرواية وانطلقت في أول الأسماء في أول الشعارات ما شاء الله باعث عن أول أشواط الإنتاج المهجنات الأصايل. يتقدم بن علوان على المركز الأول غادرت رواية 2 كيلومتر على المركز الأول وهي في الصدارة وفي الكادر العلوي. عوايد عوايد القادمة على المركز الثاني محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي قادم شاعر على المركز الثاني يقدم عوايد. المركز الثالث الضبية لخليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي قادم على المركز الثالث. المركز الرابع غيارة قدمة بشعار الدكتور
سعيد بن سالم الشيخ يتقدم مع غياره على المركز الرابع. المركز الخامس مغامرة مع ضد بن محمد بن هلال المزروعي يأتي بمغامراته يقدم مغامرة على المركز الخامس. ناخذ المركز السادس، شوف الوصول تابع من والقادمة، حامد بن محمد بن سالمين بن سالمين العامري قادم في هذه اللحظات مع أول نداء لمنوى، كذلك القدوم من بروق راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي القادم في هذه اللحظات، ومهمة حمد بن سالم بن سليم الكتبي القادم مقدما هذه الانطلاقات والسائحة، محمد بن عوض بن عتيج بن زيتون الساعية الساعية قادمة في هذه اللحظات، ساعية من أجل ناموس هذا الشوط. وين موقعنا؟ غادرنا الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ورواية وبن علوان، رواية وبن علوان، بن علوان يقدم رواية مع أول أشواط الإنتاج، إنتاجها الفاخر، ولكن بن سالمين حامد بن محمد بن سالمين العامري قادم مع منوة، ما شاء الله وصلت منوة في هذه اللحظات وتتقدم بشعار حامد بن محمد بن سالمين العامري. المركز الثالث الضبية القادمة، خليل بن راشد بن علي بن مفتاح بن زيتون بن زيتون يأتي مقدما الساعية، محمد بن عوض بن زيتون المهيري واليازي، محمد بن راشد بن مبارك بن سرود، وصل بن سرود النايف مبارك بن علي بن عزيز بن مكتوم الشريفي قادم، ولكن وين منوة؟ منوة منوة اللي غيرته، منوة اللي تقدمته بانتاج الفاخر بهذا الانتاج. يا بن سالمين يا بن سالمين، التاريخ يتكلم في هذا العام، بداية هذا الموسم، هذا شعار شاهين الرموز، شعار مهاوشة، يتقدم بن سالمين حامد بن محمد بن سالمين العامري، ما شاء الله أول أشواط الإنتاج للإبكار المهجنات في المحليات والعصاف الإبطان والمهجنات، كذلك العصاف الإبطان. تهانينا والناموس لمالك منوى حامد بن محمد بن سالمين العامري، وسلام يا زاخر سلام. المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني الضبية لخليل بن راشد بن علي بن مفتاح، المركز الثالث اليازي لمحمد بن راشد بن مبارك بن سرود، المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول في رابع المراكز شعار بن زيتون، والمركز الخامس على ما يظن شعار بن حلوكة مع غادير. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى منوة، ما شاء الله طوقت الخمسة كيلومترات في شوط الانتاج الأول للمهجنات الأصايل من تحفة ميادين السباقات بتوقيت زمني مقدار 7:57 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لحامد بن محمد بن سالمين العامري، وسلامنا إلى زاخر يتجه في هذه اللحظة المركز الثاني. 7:59 خمس أجزاء من الثانية الضبية لخليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وصلت الضبية المركز الثالث 8:00 و2 من الثانية اللي وصلتنا اليازي لمحمد بن راشد بن مبارك بن سرود على ثالث المراكز شعار بن حلوكة على المركز الرابع، والمركز الخامس شعار محمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.